بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله معنا برنامج جيد وهو خاص بالمونتاج، سنقوم بالشرح عليه بحول الله. إذا على بركة الله، البرنامج إخواني أخواتي اسمه مايكروسوفت إكسبريسيون أنكودي 4 كما تلاحظون معي. فهو مكون من أيقونتين، الأيقونة الأولى خاصة بالمونتاج والعمل على الفيديوهات، والأيقونة الثانية هذه والتي تهمنا في هذا الشرح وهي الخاصة بخاصية يعني تصوير سطح المكتب أو التسجيل على سطح المكتب. إذا أولا قبل كل شيء، عندما نقوم بتثبيت البرنامج في الحاسوب سوف تظهر لنا هذه الأيقونتين. إذا لم تظهر معنا نذهب إلى ديماري ثم نبحث هنا على اسم البرنامج وهو مايكروسوفت اكسبريسيون. تظهر لنا هذه الايقونتين، نقوم بارسالهما الى سطح المكتب ثم بعد ذلك نضغط عليهما. اذا لنبدا الشرح على بركة الله. اذا نقوم بفتح هذه الايقونة وننتظر. ثم تظهر هذه النافذة الصغيرة، نقوم ب يعني تفعيل الصوت لتسجيل صوت وصورة، ثم نضغط على زر التسجيل. بعد ذلك تظهر لنا هذه النافذة أسفل يمين الشاشة، وكذلك هذا الإطار الأحمر. هذا الإطار الأحمر أنا قمت سابقا ب يعني بتسجيله هكذا ليصور اون مود بلان إكرون. إذا كنا نود تغيير يعني الإطار فما علينا سوى يعني تغيير هذه الخيارات، يعني مثلا هكذا، او تغييرها الى هذا الخيار الصغير، او نقوم بتغييرها يدويا بنضغط على هذا الزر، ثم نقوم هكذا بتغييرها يدويا هنا، او نختار مثلا هذا المكان. نضغط على ثم نختار هكذا. اذا نتركه اون بلان اكرون، ثم عندما نختار يعني الاطار الذي سوف نسجل عليه نقوم بالضغط على هذا الزر الخاص بالتسجيل، ثم تظهر لنا هذه النافذة فيها رسالتين. يعني إذا كنا نريد أن نوقف التسجيل للحظة نضغط على كنترول شيفت اف 11، وإذا كنا نريد يعني إنهاء التسجيل نضغط على كنترول شيفت اف 12 ثم نضغط على أوكي. والآن يبدأ العد العكسي للتسجيل. إذا لقد بدأ الآن التسجيل. نترك هذا التسجيل قليلا حتى يسجل لنا مقطع لنتمم عليه الشرح. ننتظر قليلا. إذا نكتفي بهذا التسجيل، نضغط على كنترول لإنهاء التسجيل. كما قلنا نضغط على كنترول شيفت اف 12. الآن لقد انتهينا من التسجيل. إذا أعجبنا التسجيل نتركه ونضغط على هذا الزر لكي نواصل يعني الشرح، وكذلك لكي نواصل يعني التعديل على الفيديو. وإذا لم يعجبنا نقوم بمسحه بالضغط على هذا الزر ونقوم بتسجيل آخر. إذا نضغط على هذا الزر لكي نتمم الشرح. ثم بعد ذلك تظهر لنا هذه الواجهة، وهذه الواجهة خاصة ب المونتاج. اولا نقوم باختيار يعني هذا باختيار هذه الخيار الاخير هنا اجيستي ايكرون لكي يظهر لنا كما تلاحظون سطح المكتب بكامل مساحته. ثم نقوم باختيار اسم يعني لمقطع الفيديو، يعني اسم كيفما كان، ونختار كذلك الموضع الذي سوف نسجل عليه هذا المقطع،
نختار يعني سطح المكتب لكي يسهل علينا إيجاده. ثم بعد ذلك عندما نقوم باختيار الاسم ومكان التسجيل، أردنا أن نقوم عليه بتعديلات وتحسينات، فمن هذه الخصائص هنا. لكن بما أنه هذا الفيديو عبارة عن شرح، ف يعني نكتفي به هكذا. نضغط على هذا الزر أنكودي، ثم ننتظر حتى يقوم البرنامج بتسجيل هذا المقطع كما تلاحظون. فإذا كما تلاحظون لقد انتهى من التسجيل. إذا نكتفي بهذا القدر إخواني أخواتي، ونتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.